أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما قولكم في من يقول إذا اتفقنا في أصل الدين يعني التوحيد فليعذر بعضنا بعضا فيما دون ذلك من أمور الدين جميعها؟ لا، ما يقولون هذا، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا، نجتمع على ما اتفقنا عليه ولا يطرون أصل الدين ولا التوحيد، يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلامهم. أما أصل الدين والتوحيد هذا لا يأتي لهم على ذكر أبدا، ويقولون هذا يفرق الناس، توحيد يفرق الناس، فلا تطلبوا من الناس التوحيد أو تأمرونهم بالتوحيد وترك ما هم عليه، لأن هذا يفرق الناس، كذا يقولون. نعم.